وسط مقاطعة نواب أحزاب المعارضة الجزائرية لجلسة التصديق على التعديلات الواردة في الوثيقة الدستورية، صوتت الأغلبية النيابية لأحزاب الموالاة بنحو 500 صوت من أصل 600 صوت، وهو العدد الذي يوفر النصاب القانوني لإقرار التعديل الدستوري، أي 3/4 أعضاء البرلمان الجزائري بغرفته. نعم، أنكم ساهمتم بكل حرية استجابة لنداء الضمير في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح له الجزائر، جزائر القرن 21. وبينما فضل حزب العمال اليساري حضور الجلسة مع الامتناع عن التصويت، مبررا موقفه بأن وثيقة الدستور لا ترقى إلى إصلاح سياسي حقيقي على حد تعبير، قاطعت أحزاب المعارضة جلسة التصويت رفضا لمضمون وآليات إقرار التعديل الدستوري عبر البرلمان. بالنسبة لحزب العمال، هذا التعديل الدستوري لا يمكن أن يرتقي إلى إصلاح سياسي حقيقي ويمهد للتحول الديمقراطي والتجدد الذي تطمح إليه الأغلبية. نرى أن هذا الدستور سيكون نتاج مثل الدساتير السابقة، بسبب أنه هو نتاج إرادة منقوصة الشرعية في هذا الأمر. وحمل الدستور الذي صدق عليه نحو 70 تعديلا، فضلا عن 30 مادة جديدة أبرزها تحسين الفترات الرئاسية من أي تعديل مستقبلا، بحيث حددت الولاية الرئاسية بخمس سنوات ولفترتين فقط، وترسيم الأمازيغية لغة رسمية، ورفع عقوبة التجريم عن الصحافة، كما تضمنت مادة مثيرة للجدل بشأن حظر مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب العليا في الدولة. دخول هذا الدستور حيز النفاذ هو الذي سيبين لنا فعلاً هل هناك فعلاً إرادة سياسية لتفعيل هذه المواد الموجودة أم تبقى مجرد حبر على ورق. ومن المرتقب حسب تصريح مصدر حكومي للحرة أن تشهد الساحة السياسية تعديلاً حكومياً قبل نهاية الأسبوع لتعيين وزير أول بعد استشارة الأغلبية النيابية، كما نص عليه الدستور في صيغته الجديدة. عهد جديد في تسيير دوالب الدولة، هكذا تبرر السلطة دواعي المراجعة الدستورية، في حين تنتقد المعارضة وتقول أنه أبعد من أن يكون دستورا توافقيا كما رافع من أجله الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في ثالث تعديل دستوري خلال فترة حكمه. محمد جرادة، الحرة، الجزائر.